back to Mabat TV. Hello everybody, you're on Time for English and this is Ibrahim Farouk welcoming you all. أهلا وسهلا بكم. حضر لكم الأسبوع ده two model exams on units 1 and 2, vocabulary and grammar. الاتاتشمنت موجودة في الديسكريبشن لكل فيديو. نقدر نحل الأول exam من الاتاتشمنت ودلوقتي نتناقش مع بعض نعمل quick feedback. نبدأ بـ exam 1 or A. Multiple choices where I was shocked, صدمت, to hear, صدمت لسماعي إيه. Always say hear about عندما تسمع خبر عن حد. علشان كده قلت to hear about the death of your uncle yesterday. The factory workers began a hunger strike. حركة عارف إن hunger strike يعني إضراب عن الطعام. طب ليه الإضراب ده؟ To demand كي يطالبوا ب better working conditions يعني أحوال عمل تكون أفضل شوي. يبقى demand يطالب بشيء يطالبوا بتحسن في أحوال العمل بالنسبة له مش كده عملوا إضراب. People have changed their lights a lot over the past few years. أدي السيجنال word أو ال signal structure في sentence الدال على tense. لما بقول over the last أو over the past few years ده signal لل present perfect. عشان كده قلت have changed. أنت بتتكلم عن شيء تكرر كثيرا في غضون السنوات الماضية. So have changed is the answer. We waited with bated breath يعني انتظرنا بفارغ الصبر. To find out who won the match علشان نعرف يا ترى مين اللي فاز بالماتش. أن تنتظر شيء بفارغ الصبر. With bated breath بترقب بلهفة شديدة. Number five. An adapter is الادابتر is a device جهاز which is used هنا معناها يستخدم. لما بتكلم عن شيء بيستخدم لأنهي غرض يبقى is used. الverb use في الباسيف فورم is used يستخدم ويتبع ب to plus infinitive full infinitive. is used to connect two pieces of equipment جهازين آخرين. الادابتر بستخدمه عشان اوصل جهازين ببعض. is used هنا معناه يستخدم مش معتاد. لما بستخدم الاكسبريشن is used to واكون بتكلم عن شخص فاقول السنتنس معتاد على عمل شيء يبقى is used to معتاد تطبع ب ing for. لكن لما اتحدث عن شيء بيستخدم لاي غرض جهاز بيستخدم لغرض ما is used هنا معناه يستخدم فتتبع ب 2 plus infinitive مش ing او ممكن اقول is used for plus ing form ايضا is used for connecting ممكن اقول is used to connect two pieces of equipment او is used for connecting ing two pieces of equipment. ممكن يكون حضرتك عملت غلطه هنا اهوت لو استخدمت used to فقط متأثر بالستركتشر used to plus infinitive. استخدم used to plus infinitive مع شخص اعتاد في الماضي ان يفعل شيئا. لكن جهاز او آلة بتستخدم ليه يبقى ده الverb use زي ما قلت لحضراتكم في الباسيف فورم is used ويتبع ب to infinitive. ماشي. The athlete was awarded $2,000 in compensation for her injuries. هذه لاعبة منحت تم اعطائها was awarded يعني was given $2,000 in compensation تعويضا على in compensation for her injuries يعني تعويض عن الاصابات التي لحقت بها. I was having a bath so I couldn't answer the phone. بطبيعة الحال I couldn't answer the phone. ليه؟ يا ترى ايه الاكشن اللي انا كنت مستغرق في عملها في هذا الوقت فمنعتني؟ ساعتها
I was having a bath. Past continuous event. I can't open the suitcase because I have lost the key. I can't. يعني معنى كده ان السوتكيس قدام مني دلوقتي وانا مش عارف افتحها. ليه؟ لان المفتاح ضاع مني. I have lost the key. The present perfect عشان نتكلم عن شيء حصل ولو تأثير في الواقع الآن. حصل امتى؟ حصل في وقت ما قبل لحظتنا هذه. This is the present perfect. I have lost the key. ضاع مني المفتاح عشان كده I can't open the suitcase. السؤال اللي حضرتك دايما بتسأله طب ليه مش lost في الباست سيمبل؟ لان احنا قلنا لو استخدمت الفيرب في الباست سيمبل لابد ان تحدد متى حدث هذا الفعل. I lost it امتى بالتحديد؟ لما اتكلم عن شيء حصل فكرة او خبر ما حصلت لكن انا مش مركز على وقت حدوثها ربما لا اعلم وقت حدوث حصل امتى بالظبط ببلغك خبر وخلاص دون تحديد وقت حدوثها. التايم هنا indefinite time يبقى استخدمه في present perfect مش في past simple. The police are investigating the murder of a 50-year-old tourist in Hurghada. الشرطة بتحقق في investigating بتحقق في جريمة قتل حصلت ل tourist عمره 50 years old. احنا عارفين ان ال compound adjective 50 year old لما يسبق هنا هو النون بيبقى singular بدون s وhyphenated زي ما اتفقنا بما انه هو compound adjective before a countable noun قبل countable noun عشان كده hyphenated وsingular زي ما انت شايف. المهم نرجع للمين ايديا وهو ان الشرطة بتحقق في هذه الجريمة. اوكي investigate a murder number 10. While I was doing my homework, my sister was helping my mother with the housework. في نفس الوقت. Two actions going on at the same time. The past continuous. أثناء ما كنت أنا قاعد أعمل homework مع نفسي, my sister في نفس الوقت كانت بتساعد mommy في housework. The two actions going on at the same time without interruption. غير ما حد يقطع التاني. فده past continuous وده past continuous أيضا. وبدأت بوايل علشان ارمز الى استمراريتهم والاثناء ما ده كان شغال معاه في نفس الوقت. The aircraft crashed but there were no casualties. الحمد لله هي صحيح حصل حادث تحطم للطائره لكن لم تقع اي ضحايا او لم يحدث اي خسائر في الارواح زي ما بنقول. There were no casualties. He started working for the company when he was 20. يبقى هو بدأ العمل في هذه الشركة لما كان عنده 20 سنة بالتحديد. عايز يقول لك ايه هنا بقى بقية السنتنس باستخدام since في الآخر. عايز يقول لك ومن ساعتها وهو شغال في هذا المكان ومن ساعتها وهو موجود في هذا المكان. And he has been there ever since. يعني he has been there ever since. يعني ever since منذ هذا الوقت منذ أن كان عنده 20 سنة وهو موجود في الشركة دي. فthis is present perfect فندم. He has been there يقصد he has been working there ever since منذ هذا الوقت. Firstly, I would like to thank everyone. في البداية أود أن أشكر كل شخص ساهم contributed to the project. Everyone who has contributed to the project. كل من ساهم في هذا المشروع. عشان كده قلت contribute to a project. لو share مش هقول share to the project. Share in something. مش share to. لو كنت فكرت في share بس. I don't think my son will ever overcome his fear of flying. لا أعتقد أبدا أنه سينجح في التغلب على overcome يتغلب على his fear of flying خوفه من الطيران. To overcome your fear تتغلب على خوفك. The traffic is slower than comparison of adjectives وعندي هنا comparative case
انت بتقول الترافيك النهارده ابطا من slower than yesterday لان there has been an accident on the highway. في حادثه كانت على الطريق السريع. It was a relief to find the documents. I had been looking for them all afternoon. يعني انا الحمد لله اطمنيت استرحت جدا لما لقيت الدوكيومنتس. It was a relief. يعني انا استرحت جدا وهديت لما لقيت الدوكيومنتس. The past situation في حد ذاته. The past situation في حد ذاته. انا لقيت الدوكيومنتس اللي انا كنت بدور عليه الحمد لله. اوكي انا كنت قاعد طول هذه الفترة all afternoon طوال بعد الظهر all afternoon had been looking for them. ليه استخدمت past perfect continuous هنا هو بالتحديد؟ لأنه بيشير إلى الفترة التي استغرق الحدث الأول تمام بحثي عن هذه المستندات قبل أن أجدها بعد كده. All afternoon أدي signal word all afternoon I had been looking for them. نلاحظ أنه past perfect continuous مش present perfect continuous. ليه؟ لأن أنت بتتكلم على الفترة اللي استغرقتها في البحث عن هذه المستندات قبل أن تجدها في نهاية الأمر في الباست. This is a past situation. يبقى الديوريشن المستغرق أو الفترة المستغرقة للحدث الأول قبل حدوث الحدث الثاني يبقى past perfect continuous مش present perfect continuous. Despite all hardships برغم كل الصعوبات despite all hardships she completed the race with great determination. هي استطاعت ان تكمل السباق with great determination. Determination طبعا يعني عزيمة او اصرار. برغم كل الصعوبات التي تعرضت لها الا انها تمكنت من انهاء هذا السباق with great determination بكل عزيمة او بكل اصرار او باصرار كبير زي ما بيقول. Number 18. He has been working hard since he graduated. Work hard يا فندم خلي بالك متقعش في هذا الخطأ الساذج. ما عندناش حاجة اسمها work hardly. لا. Gives no sense. Makes no sense يا جماعة. مش حاجة اسمها work hardly. Hardly negative adverb يستخدم لنفي الفعل بمعنى يكاد لا أو نادرا ما. يعني ما تقول he hardly works. He hardly has any friends. He hardly has any money. انت بتستخدمه قبل الفعل كي تنفيه بيسمى negative adverb تمام. لكن عندما تريد ان تعبر عن معنى الاجتهاد وهو يعمل بجد ويجتهد تمام او work hard مش work hardly. الادverb هنا hard بجد باجتهاد تمام. طيب doing the right thing doesn't always come with a reward. يعني انت مش كل ما تعمل حاجه كويسه يعني تبقى قاعد بس مستني المكافاه عما فعلت. لا احيانا الانسان بيقوم ببعض الاعمال الجيده الخيره وليس بالضروره ان كل حاجه كويسه تعملها مستني قصادها ريورد مكافاتك عنها. تذكرنا ريورد مش اوورد لان انا لا اتحدث عن جوائز نفوز بها. لا اتحدث عن جوائز او اوسمه لكن الجمله بتتحدث عن العمل الخير ولا تنتظر يعني ما تقعدش كل شويه بتعمل حاجه كويسه مستني قصادها ريورد يعني مكافاه عنها. Thanks to يعني بفضل. Thanks to his long experience in this field بفضل خبرته الطويله في هذا المجال سليم was perfectly qualified for the job for that job. هو يعتبر مؤهل بشكل ممتاز مؤهل جدا للوظيفة ديت. Perfectly qualified مؤهل بشكل مثالي لهذه الوظيفة. وده بسبب ايه؟ بسبب خبرته الطويلة. When we arrived at the theater Mona had already picked up the tickets for us. اما وصلنا كانت مونا already قطعت لنا او حجزت لنا التيكتس. يبقى this is the second action يا فندم. And this is the first one. When we arrived, وصلنا, Mona كانت already حجزت لنا خلاص. ادي البوست بيرفكت اهو had already picked up. Well, this is the second action when we arrived. مش when we were arriving. مش past continuous قبل post perfect. لا. اما وصلنا هي كانت حجزت لنا التيكتس. ده لازم يبقى past
وده الباست بيرفكت لان this is the second action with the first action. تحطهمش برضو باست بيرفكت هما الاثنين ما ينفعش. ماشي. Number 22 وبنقول the study claims that British advertising stereotypes women. هذه الدراسة بتزعم أو تقول إن ال British advertising يعني برامج الدعائية الإنجليزية ربما ها stereotypes women دائما عندما تصور النساء أو بتقدمهم في برامج معينة أو دعاية برامج دعائية بتصورهم في قوالب نمطية تقليدية قديمة ومحفوظة. ده معنى stereotypes women. Thank you for the compliment. That's the nicest thing anyone has ever said to me. Thanks for the compliment. يعني شكرا لهذه المجاملة. That's the nicest thing anyone has ever said to me. يعني اللي بتقوله دوت مجاملة جميلة منك. عمر ما حد قال لي الكلام الجميل دوت قبل كده. That's the nicest thing. ده أحلى شيء. أحلى مجاملة قالت لي حتى الآن. The nicest thing anyone has ever said to me. I had been working hard all day, so I felt tired when I arrived home. I felt tired when I arrived home. ليه؟ لما وصلت كنت تعبان عشان كنت all day had been working hard. Past perfect continuous. لأنه بيتكلم على action ظلت مستمرة لفترة طويلة قبل second action بعدها. لا يشير إلى عمل كنت بؤديه في اللحظة دي عشان تفكر في الباست كونتينيوس. ما بقولش أنا كنت بعمل إيه في اللحظة دي، لا. أنا بقولك لما وصلت كنت تعبان عشان كنت قبلها طول اليوم، قبلها طول اليوم قبل ما وصل. يبقى بتتكلم عن أكشن سابقة ظلت مستمرة لفترة طويلة قبل حدوث أكشن تانية بعدها، يبقى ده باست بيرفكت كونتينيوس. ماشي. Johnson & Johnson ranks as one of the 10 largest drug companies in the world. بيتكلم عن شركة Johnson & Johnson باعتبارها من أشهر الشركات في مجال الأدوية drug companies في العالم، وهي تصنف as one of the 10 largest drug companies، من أفضل 10 أو من أكبر 10 شركات أدوية في العالم. فإذا أنت محتاج للverb ranks معنى تصنف في هذه المرتبة. I did very well in the IELTS test. It seemed much easier than the last time I took it. كان أسهل بكتير. أسهل بكتير من التست اللي أخدته قبل كده. ده كان ممكن تقول هو كان أسهل وخلاص، وتقول it was easier than فقط. Good much قبل easier عشان حضرتك تقول ده كان اسهل بكتير من التست الاولاني اللي امتحنته. ودايما بنوجه النظر في شيء اسمها more easy يا فندم، لان easy is a short adjective، والshort adjectives لما نيجي نصير الcomparative case بتاعتها اقول easier than، مش اسمها more easy. اوكي. Which of the following is structurally correct. عندنا أربع اختيارات، واحد منهم هو الستركتشر الصحيح. بنقرأ الأربع examples، أربع options، وأنا شايف أنكم بيتكلموا عن معنى واحد، وكيف أنه ظل يلعب أو يمارس رياضة الجولف لمدة سنوات طويلة قبل بعد كده أن يعتزل هذه الرياضة أو يتقاعد عنها. Action ظلت مستمرة لفترة طويلة قبل أن تحدث action تانية بعدها في الباست. يبقى لازم علاقة two actions ببعض يكونوا أو two verbs ببعض يبقوا past perfect continuous ثم past simple. المعنى هنا إنه لعبوا لرياضة الجولف في الأربع examples، بتقارن الأربع examples ببعض. فضل يلعب سنين طويلة قبل بعد كده أن يعتزل هذه الرياضة فيما بعد last month. ده لازم يبقى past perfect continuous و past simple وحضرتك رابطهم ببيفور. He had been playing golf for many years before he retired
last month. Past perfect continuous or past simple. Ma jinfax jistaħdem present perfect u past simple warbu bi before. Ma jinfax jistaħdem il-present simple warbu bi before u ba'da jibba past simple. Eġi bi ghalat. Fax jibba present perfect continuous warbu bi before u ba'da past. Il-present perfect continuous kut tilizm tuqaf hina. U tqul he has been playing golf for many years now. Now. Bħalu għiddit sanawajt bi jumaris rijadat il-golf. Hatta l-qin. لكن لما تقول فضل يلعب سنوات طويلة قبل ما يعتزل فيما بعد يبقى ده past perfect continuous. Number 28, Aya is the most intelligent girl in our class. Aya أذكى طالبة عندنا في الكلاس. As a result, كنتيجة لكده ما هي أذكى طالبة في الكلاس يبقى أكيد يا إما بيجيب أعلى درجات يا إما زي ما ملمح إنه ممكن تكون بترتكب أقل عدد من الأخطاء. ما ينفعش أقول she is not better than any other student لأن هي في الواقع she is better than all the others بما أن هي أذكى طالبة. ما ينفعش أقول all her classmates are cleverer than her. لا ده العكس she is cleverer than all her classmates. She gets to number D the fewest marks لا يفن دي بيجيب أعلى درجات مش أقل درجات. عشان كده the correct answer is number C she makes the fewest mistakes in exam. بترتكب أقل عدد من الأخطاء. أوكي. يبقى بالتالي هي أذكاهم وأفضلهم. Translate into Arabic وزي ما في النظام الحديث بنختار الترجمة الصحيحة. Choose the correct translation من ضمن الـ 4 options اللي قدامنا. People in poor countries are more vulnerable يعني أكثر عرضة to negative effects of climate change, تغير المناخ, caused by high carbon dioxide emissions in rich countries, اللي بتسببه ارتفاع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في rich countries في الدول الغنية. طيب, the correct answer is number D, بس احنا عايزين نشوف الاخطاء في الثلاث اختيارات تانية. زي ما قلنا احنا بنتكلم على الناس اللي في poor countries عرضة negative effects اثار سلبية climate change بسبب ارتفاع انبعاث ثاني اكسيد الكربون في rich countries. لو بصينا هنلاقيه عامل شوية لخبطة بيقول ان الناس في الدول الفقيرة اكثر عرضة للاثار السلبية لتغير المناخ. ودلوقتي ماشي perfect بسبب ارتفاع انبعاث ثاني اكسيد الكربون في الدول النامية هي المفروض في الدول الغنية. نمبر بي شوف الميستيك اللي فيها ان الناس في الدول الفقيرة اكثر عرضة للآثار السالبة. ما فيش حاجة اسمها الآثار السالبة, اسمها الآثار السلبية مش السالبة. نمبر سي برضو فيها ميستيك حضرتك ملاحظها ان الناس في الدول الفقيرة اكثر عرضة للآثار الإيجابية, هي المفروض تبقى الآثار السلبية مش الإيجابية. الكوريكت انسر is نمبر دي اللي بتتوفر فيها جميع عناصر الترانزليشن فوق. أكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ بسبب ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول الغنية. Very good. لو شفنا number 30, the international community أو المجتمع الدولي must do more, يقصد يجب عليه أو ينبغي أن يفعل المزيد والمزيد to support the efforts of developing countries. كلنا طبعا عارفين أن developing countries هي الدول النامية, يبقى لابد أن يقوم بالمزيد من الجهود أو يفعل المزيد من أجل دعم support, من أجل دعم جهود الدول النامية to increase food production لإنتاج أو لزيادة إنتاج الغذاء. The correct answer is number C. بعدما بنقارن الاختيارات الأخرى ونشوف الميستيكس اللي فيها, ينبغي على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لإمداد جهود الدول النامية لزيادة إنتاج. ما فيش حاجة اسمها إمداد جهود الدول النامية. This is a mistake. ينبغي على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لدعم جهود الدول. لغاية دلوقتي صح, بس راح اعمل ميستيك هنا
وقال الدول المتقدمة المفروض تبقى الدول النامية. نمبر دي فيها مستيك أيضا، ينبغي على المجتمع الدولي أن يجتهد لإرشاد جهود الدول النامية. This is wrong. ما فيش حاجة اسمها هو ما قاليش، يعني حتى لو قلت يجتهد يعني إيه يجتهد؟ هو عايز يقولك يؤدي أو يقوم بمزيد من الجهود، يقدم مزيد من الجهود من أجل دعم جهود، مش يجتهد لإرشاد. برضو خطأ واضح في الترجمة. علشان كده الكوريكت انسر از نمبر سي، يفعل المزيد، حتى لو قلت يقوم بالمزيد من الجهود أو يقدم المزيد من الجهود، أوكي مقبولة، من أجل دعم سبورت جهود الدول النامية مش المتقدمة زي نمبر بي لإنتاج الغذاء. تمام. نروح ل نمبر 31. يحاول العلماء انتاج سلالات جديده. العلماء يحاولوا انتاج سلالات جديده، يعني scientists trying to produce، ينتج، تمام، سلالات جديده تكون مقاومه للامراض، زي ما بنقول new disease resistant strains. هنا معنى سلالات of plants باستخدام الهندسة الوراثية، اللي حضرتك عارف ان معناها genetic engineering، الهندسة الوراثية. اوكي، عندي العلماء وبيحاولوا وانتاج، ينتج، produce، نشوف كده الاجزاء الرئيسية والاركان الرئيسية للجملة، نشوف مترجمة ازاي، تركز على المقارنات هنا. هوت حاولوا انتاج، طيب produce، وطبعا يحاول لازم تبقى try. ملاحظ اهو وانا بقارن البدايات ان عامل mistake هوت في اول choice. بكمل produce new disease resistant strains of plants by using genetic engineering. الجملة الاولى قد تبدو صحيحة في بقيتها، لكن عندي خطأ هنا في الاول يجعلها طبعا wrong choice. Scientists are trying to reduce، يقلل، لا المفروض اقول produce مش reduce. ف number B ايضا is a wrong choice. Number C، scientists are trying to produce new disease resistant strains، ماشية perfect لغاية هنا، by using genetic engines، برضو this is wrong. مفروض الهندسة الوراثية genetic engineering، عندي خطأ هنا، عندي خطأ هنا، وعندي خطأ في number A. عشان كده the correct choice is number D، trying to produce new disease resistant strains، سلالات جديدة من النباتات المقاومة للأمراض، by using genetic engineering، الهندسة الوراثية. الـ comprehension passage، وده آخر جزء في model exam A، بعد ما حضرتكم قريتوها وعرفنا انها بتتكلم عن الـ different learning styles عند الطلاب، وكيف أن الطلاب يختلفون عن بعضهم في طرق تعلمهم حسب شخصياتهم وتركيبتهم الجينية. فقد نجد الـ visual أو students with visual learning styles اللي يعني بيتعلموا أفضل طريقة لتعلمهم عن طريق الصور، عن طريق الفيديوز المرئية، لأن طريقة تعلم الـ style بتاع تعلمهم أو learning style of بتاعهم visual. الـ auditory وهم الطلبة اللي أفضل طريقة لاكتسابهم المعلومة هي عن طريق الاستماع، إما بمناقشتهم أو باستماعهم إلى listening exercises. والنوع الأخير هم kinetic learning style students، وهم الطلاب اللي بيتعلموا أو اللي بيميلوا للتعلم عن طريق الحركة والأداء الحركي، فأفضل طريقة لكسبهم المعرفة هي الأنشطة الحركية. دي الثري ديفرنت ليرنينج ستايلز اللي بتتحدث عنها الباسج، وان طبعا النظام التعليمي الحديث هو اللي بيميل الى
دمج أكبر عدد من الأنشطة تناسب هؤلاء الطلاب إذا كان عندي كوكتيل بين الطلبة ديت، وإن أمكن فصل هؤلاء الطلاب إلى مجموعات مختلفة، كل مجموعة بعمل الأكتيفيتيز بتاعتها حسب الليرنينج ستايل الأنسب ليهم. ده كان يا جماعة يعني المحور الباسج بعد ما قريتها كلها حضرتك، ونشوف مع بعض الكويستشنز ونشوف نمبر 33. According to the passage, the majority of teachers in the UK believe that students have unique personalities that affect the way they learn. هو بيقول لي ان النسبة حسب الإحصائية الأخيرة اللي عملوها in the UK النسبة 93%. 93 بإذن ديت تعتبر إيه مع majority أو أغلبية التيتشرز بيعتقدوا في هذا الأمر، بيعتقدوا إن الستودنتس ليهم unique personalities أو شخصيات متفردة ومختلفة عن بعضها، واختلافهم في الشخصية ده هو بيؤثر على طبيعة تعلمهم. طيب 93% is the majority، الأغلبية. According to the passage, using pictures when teaching a lesson is good for pictures. يا سيد الفاضل هي بتناسب الفيجوال ليرنرز طبعا أكتر. الفيجوال ليرنرز اللي بيميلوا إلى اكتساب المعرفة بشكل أفضل عن طريق الرؤية، إما إن أنا بفرجهم على صور معينة أو فيديو تيبس وبيكتسبوا من خلالها المعلومة بشكل أفضل من بقية الطلبة. As used in paragraph 3, the phrase follow your instincts. Follow your instincts. Instinct يعني غريزة. Follow your instincts يعني امشي وراء غريزتك، يعني وراء حسك أو شعورك، ما تفكرش كتير. To do something without thinking too much about it. The closest antonym, واحنا عارفين ان antonym يعني opposite, عكس, opposite to the underlined word specific. اذا كان specific يعني شيء محدد وخاص، فالantonym او opposite اكيد هيكون general. The underlined word they, the underlined word refers to students زي ما قرينا في ال passage. Number 38, بنقول the best title for the passage بعد ما قرينا الباسج، انسب تايتل من الاربعه للباسج ككل، انسب عنوان للباسج هو ال different students have different learning styles. يختلف الطلاب عن بعضهم في اسلوب تعلمهم واكتسابهم للمعلومه. The main idea in paragraph 3 بالتحديد، بنرجع لباراجراف 3 نقراه بدقة، والفكرة الرئيسية كانت في paragraph 3 هي tailoring teaching methods to suit students' needs. يعني ان انا بعمل survey او questionnaire استبيان، اعرف كل طالب ايه اسلوب التعلم الافضل بالنسبة له، واقدر اجمع الطلاب دولت في مجموعات مختلفة to tailor the best teaching method for them. يعني to design, to plan, أصمم أفضل طريقة لتعلمهم بأن أنا بفصلهم groups عن بعض. Very good. Last one. According to the passage, which of the following is not true? جملة وحيدة هي الجملة الخاطئة بينما الثلاث جمل التانيين صحيحة. B, C, D, R. Correct choices حسب المعلومات اللي في الباسج، لكن الجملة أو المعلومة الخاطئة اللي عرضها number A، activities like gardening or sports are suitable for visual learners. لا، الgardening والsports أنشطة الحركية are suitable for kinetic learners مش visual learners. الvisual learners بيناسبهم أكتر الvideos والpictures. That's all بالنسبة ل exam A. ناخد short break، خش على exam B الأول، حلو من الاتاتشمنت، ونطلع في الفيديو اللي جاي نتناقش فيه. Thank you very much يا شباب.